لمحطتنا الختامية لليوم. كل شاب وصبية مع بداية وضع خطة عام 2020 معينة لتحقيق أهدافهم وأحلامهم من خلال تنمية مهاراتهم أو اكتساب كفاءات جديدة، لكن البعض يستطيع أن يصل إلى الهدف والبعض الآخر بيقول أنه أنا ما قدرت أحقق اللي أنا متمني. في ذلك اليوم أو بالسنة مع مدربة المهارات شذى الميداني رح نتحدث أكثر عن هيدا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. سعيد. أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية خلينا نحكي هيك، كل سنة نختم عام بلش عام جديد، الهاجس الأول عنا هو الخطط. شو بدي أوضع خطط، شو حققت شو ما حققت. خلينا نحكي اليوم كيف أنا بقدر مثل ما بيقولوا هيك أقول أنه أنا وصلت لأهدافي، قيم العام اللي مرة وأبدأ بمخطط عام جديد. 100%. أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام 2020، وإن شاء الله يا رب هيك سنة خير على الجميع وعلى وطننا إن شاء الله وطننا. على بلدنا الحبيب. الفكرة إنه نحن دائما بنحب البدايات، دائما البدايات لها بهجة مختلفة يعني عند الأشخاص. فنحن بداية العام كتير حلو إنه يكون عندنا خارطة الطريق تورجينا إنه نحن لنهاية هاي السنة لوين رح نوصل، شو هي شو التطور اللي رح نحققه، شو هي المكتسبات اللي رح ممكن نوصل لها بناء على ما وصلنا له في العام السابق. طبعا هي خطة متتابعة، فالتخطيط شيء كتير مهم لحتى أعرف حالي أين أنا الآن وإلى أين أريد أن أصل. بس يمكن كثير من اللي عم يتابعونا دائما مثل ما قلتي بدايات جميله، بيكونوا فعلا طامحين ليحققوا شيء، وبنهايه العام بتلاقي كثير من الناس قالت انه هيدا السنه ما كانت مثل ما بدي، ما قدرت. دائما في امل وتفاؤل. خلينا نحكي عن الاهداف او الخطوات الصحيحه لبدايه عام جديد، قول فعلا انا فيني احقق شيء انا بحاجته، او يمكن انظر للكاس المليان ما شوف الكاس الفاضي. 100%. النقطة كتير مهمة أشرتي إلها، إنه في كتير أشخاص بيضعوا أهداف بيقولوا إنه أنا ما قدرت أوصل أو ما حققت لي بديها، أو بينظروا للسلبيات اللي حدثت معهم، بيكون عندهم تفكير سلبي. هلأ كتير مرات السبب اللي بيخلينا ما نوصل للأهداف إنه هو الهدف نفسه بيكون إما فضفاض أو كتير كبير أو غير واقعي، نحن أصلا ما قادرين نوصل له، أو انشغال الناس بظروفها الأخرى هي بتمنع تحقيق أهدافها، لأنه بتقولي لها اليوم تلاقي كل مثلا في عنده مثلا اختناقات مادية اقتصادية هي عم تأثر على حياته المجتمعية. أكيد. بشكل عام أكيد 100%. هناك في معوقات بتطلع للإنسان، لكن الإنسان اللي عنده هدف ذكي هو قادر على مواجهة هاي التحديات. شو المقصود بالهدف الذكي؟ وهو مصطلح تمت الإشارة إليه في أحد المؤتمرات، إنه لازم الإنسان يكون عنده هدف سمارت. السمارت مقصود فيها الاس من سبيسيفيك، هدف محدد واضح يمكن أن يصل إليه الإنسان. الام المجرب القابل للقياس، يعني أنا ما بقول أنا بدي يصير شخص ناجح بآخر العام، لا، بدي حدد المجال اللي أنا حابب أنجح فيه. أنا لوين رايح حسب اختصاصي؟ أنا هندسة، فبدي مثلا إذا عم بدرس بدي أنجز نهاية العام الدراسي بمعدل كذا. فيجب أن يكون الهدف قابل للقياس، الـ A for achievable قابل للتحقيق. هل هو هذا الهدف ضمن إمكانياتي؟ يعني أنا الآن إمكانياتي المادية السين، وأنا يمكن حاطت هدف بنهاية العام يكون عندي سيارة. طب هل أنا إمكانياتي المادية خلال هذا العام بتساعدني إنه أنا أقدر أوصل للمبلغ اللازم لشراء السيارة؟ أم أنا لا، أضع خطة مرحلية للوصول. وصلنا عند القابل للواقعي، هو رياليستيك، أن يكون ضمن إمكانياتي. مثل ما قلنا ما بحط هدف عالي كتير صعب إني أقدر أوصل له بالرغم من التحديات اللي بتقابلني. وآخر فكرة من هدف الذكي هي تايمز، يعني يكون محدد بفترة زمنية، يجب أن أضع خطوات مراحل زمنية للوصول لهذا الهدف. أكيد. يعني يمكن التخطيط للهدف هو أهم شيء مثل ما حكيتي بكل المراحل حتى نوصل للنتيجة. تمام. اليوم بالشكل العادي والاعتيادي دائما بنوصل بغلة مليانة فيها من جهتين، أهداف أصابت صحيح. وأهداف لم تصيب صح. خلينا نقول اليوم قديش قادرين من خلال تغيير حتى
حتى وضع المخطط. يعني أنا اليوم يمكن ما المشكلة بالهدف نفسه والمعوقات، يمكن طريقة وضع التخطيط لهي الأهداف، نحكي عن هي المشاكل. 100% كتير حلو هذا الحكي. اللي نحن بالتخطيط بيكون عندنا نوع من المرونة، flexibility، يعني أنا يجب أنه يكون قادر أنه غير أو تواجه التحديات اللي بتلاحقني بطرق مختلفة. مو الفكرة أنه أنا غير هدفي، يمكن هدفي يجب أن يكون موجود. ثابت وموجود، لكن أنا بغير الطرق يلي بدها توصلني، طريقتي بالتفكير تماما. وهي هي الفكرة من تحليل الواقع اللي أنا بدرس شو هي الإيجابيات اللي أنا بمثلكها، السلبيات اللي عندي لازم أعرفها كتير وأعرف كيف بدي أتجاوزها بحيث أنه ما تشكل عائق لإلي، وبالوقت نفسه بدي أدرس شو هي الفرص المتاحة لإلي ضمن حدود إمكانياتي قدراتي، وأدرس التحديات، ما هي التحديات التي يمكن أن تواجهني أنا في مسيرتي للوصول للهدف. ممكن مثلا ما لاقي فرصة عمل جيدة، ممكن يواجهني أزمة اقتصادية مثل ما تفضلتي، ممكن يكون أنا بحاجة لإمكانيات معينة ما تتوفر. أنا فكر بالحلول والبدائل لهي التحديات قبل ما تواجهني، مو بستنى لتصير التحدي وبعدين بقعد بفكر أنه أنا شو هلأ بدي أعمل. لا، الإنسان اللي مرن اللي قادر على التخطيط بشكل جيد يضع حلول لجميع أو معظم المشكلات التي قد تواجهه في مسيرتي. طيب خلينا نحكي عن الشباب اليوم، كل خريجين الجامعة بيهيئوا نفسهم لدخول سوق العمل، خلينا نحكي عن الخطوات الصحيحة لتهيئة نفسهم لزيادة مهاراتهم وقدراتهم لفعلا يخوضوا هيدا المجال بنوع من التحدي ونفس الوقت ما ينصدموا بالواقع. صحيح، فكرة كتير مهمة. منلاحظ انه مؤخرا بالسنوات الأخيرة كتير شركات تحط فرص عمل بمواقع الانترنت. صحيح. وبتضع متطلبات معينة لهذه الفرص، بالمقابل الشباب بيكون في عندهم إمكانيات محددة قد تكون توافق هذه المتطلبات أو لا. هلأ الفكرة هو الوصل بين احتياجات سوق العمل، احتياجات الشركات وإمكانيات الشباب. أهم شيء للشباب أنه يكون دائما في عندهم في نوعين من المهارات لازم يتدربوا عليها قبل ما يدخلوا لسوق العمل. في عندنا soft skills وفي عندنا hard skills. soft skills أو المهارات الناعمة هي العلاقة بالمهارات الشخصية. الآن أي صاحب عمل أو فرصة عمل تتطلب أنه الإنسان يكون عنده قدرة على التواصل العالي، قدرة على إيصال المعلومة، القدرة على إرسال البريد، خلينا نقول هي مهارة من التواصل، امتلاك لغة معينة. في عندنا أيضا مهارات العمل ضمن فريق، وهي من أهم المهارات اللي بتركز عليها الشركات. أنا ما بيكفي يكون فرد ناجح، لا، لازم يكون عضو بفريق ناجح حتى أقدر ساعد كل هذا الفريق على النجاح. في عندي مهارة التفكير الناقد، يعني أنا كتير مهم أنه أنا أقدر حلل البيانات اللي عم بوصلها. الشركة مو هي بدها تقول لي شو أنا بدي أشتغل، لا، أنا لازم أكون قادر أنه استفيد من المعلومات اللي عم بحصل عليها أثناء العمل، حلل هاي البيانات وفسرها وقدم للشركة مقترحات أو للجهة اللي عم بشتغل معها أنه أنا من خلال معطيات اللي أمامي أنه ممكن أعمل 1 2 3. والآن أصبح التفكير الإبداعي من أهم المهارات، لازم نلاقي حلول إبداعية وخصوصي بالتحديات اللي عم نمرق فيها. بالفعل يجب أن يكون لدينا تفكير خارج الصندوق حتى نقدر نواجه التحديات اللي عم نلاقيها. أكيد. نجي للهارد سكيلز، مهارات اللازمة للعمل المختصة بالمهنة. نحن منلاقي أنه الآن صرنا بعصر التطور، عصر التكنولوجيا، ما عادت تكفي المهارات التقليدية اللي نحن تعودنا عليها. كتير في شركة في أشخاص بيركزوا أنه بدي ICDL لازم أحصل على مهارة قيادة الحاسوب، ما عادت تكفي هاي المهارات. نحن الآن صرنا بعصر الذكاء الصناعي، بعصر المعلومات المتدفقة يلي نحن لازم دائما نكون عم نواكب هاي المعلومات. صحيح. كمان اليوم نحن أمام، يعني خليني أقول، خيارين دائما الإنسان بيحصر حاله فيهم، الفشل أو النجاح. تمام. كلنا بنحب كلمة النجاح وبنخاف من كلمة الفشل وبنكرهها، علما أنه يعني المعروف انه الفشل هو مو النهايه، او هو بالعكس ممكن يكون بدايه لشيء افضل. صحيح. فانا ما خاف اني اكون فاشل، خاف اني اكون ناجح دائما، لانه معناته انه انا ثابت بمكاني. خلينا نحكي عن تخطي عقبه كلمه فشل بحد ذاتها. كثير حلو الفكره اللي اشرتي لها، وهي نقطه مهمه كثير، لانه كثير من الشباب او الاشخاص بس يتعرضوا لعائق، خلينا نسميه، نستبدل كلمه فشل بتحدي.
انه يكونوا رايحين باتجاه معين فجاه بتواجههم عقبات معينه بيصير عندهم تحدي. هذا التحدي انا قدامي خيارين، اما اني بستسلم له وبرجع وبضل انسان سلبي وبصير انسان سلبي وبنسحب وبتخلى عن اهدافي وعن كل شيء حطيته، او بعتبره هو عتبه اضع قدمي عليها لانتقل لمرحله جديده، لف من تجاوزها لف من عليها او اقفز من فوقها. وهون قلنا التفكير الابداعي قد ايه مهم، انه اكون قادر انا انه اوكي طلعت لي هي العقبه حلوه، هلا شو بقدر اعمل؟ ما ضل عم فكر انه يا الله هيك صار معي وانا كنت رايحه بدي اعمل كذا، وبيبلش يحط المبررات ويلقي اللوم على فلان وعلى كذا والظروف وهيك. كثير مهم انه نحن نتعلم هي طريقه التفكير حل المشكلات، وهي فعلا من اهم المهارات اللازمه للنجاح بسوق العمل والتخطيط. انا لما تواجهني المشكله، مو هي مشكله يعني بمعنى المتعارف عليه، المشكله هي اي تحدي بيواجهني في طريق الوصول لاهدافي، كيف اجد حلول تساعدني على تخطي هذه المشكله. نعم. بالختام كلمه بتحبي توجهيها فعلا لكل الناس اللي عم يتابعونا مع بدايه عام جديد مع تحدي جديد بالحياه وظروف حياتيه مجتمعيه دائما مختلفه عم نعيشها؟ تمام، اهم نصيحه بوجهها لكل الشباب، بدنا نكون دائما متعلم دائم، متعلم مستمر، ببحث عن ما هو احدث شيء في متطلبات سوق العمل وبطور مهاراتي لاوصل له، ودائما ركز على الايجابيات، لا توقف عند السلبيات اللي اي شخص بيمتلكها، دور على ايجابياتك، طورها، اشتغل عليها، وخليها تكون مساعده لك لتخطي السلبيات اللي بتواجهك. اكيد. يعني بدنا نشكر وجودك معنا، وان شاء الله يا رب الكل يكون استفاد من دفعه المعلومات والطاقه اللي اعطيتينا اياها اليوم. شكرا لك.